شوف انت بتاخدي كام وانا رقبت ليك يا ست الكل. يا ابن الكلب يا سفله يا بنت خوني يا بنت الكلب مش سايبك. بقى الرمه اللي انت متجوزاها يترجم عليا. وانت ايه يا حبيبتي اللي جابك وانا مش هنا؟ انت رجعت تتعاطى الهباب ده تاني في السجن؟ عشان كده احنا محتاجين حد حقيقي يكون عايز يشتري سلاح من النوع اللي بيبيعه ناجي الخليلي. وطبعا ناجي الخليلي علشان يبيع الشحنه دي لازم هيتصل بالضابط الكبير او الشريك، وبالتالي احنا هنعرف هما مين. انزل بيع كل السلاح اللي عندك للصياد ووافق على السعر اللي هيعرضوا عليه. سلامه. عايز اعرف يعني ايه واحد اعمى يقتل ثلاث رجاله مسلحين في ثلاث ثواني ويختفي؟ جايز حد بيساعده؟ مطلوب من مدحت خدمه، هساعدهم في التحقيق بتاع قضيه الصياد وتجار السلاح اللي انا قلت لك عليه، وفي مقابل ده هيخففوا الحكم، هيلغوا القضيه خالص. انت مرجي مش عارف الدكتور مخبي الملفات فين بما انه لسه عايش. في ثلاث ملفات ناقصين من عند الدكتور قدامهم فين؟ بقول لك ايه، ما تجننيش، انت فاكر يعني ايه؟ وانا ايه انا ممكن اصفيك عادي جدا وانت حشر اساسا، ما حدش هيسال عليك. انت مش فاهم حاجه، انت مش عارف انت بتنخر ورا مين. ايه علاقتك بسيد الطحان؟ مين اللي عرفتيه عن سيف عبد الرحمن؟ أحلى مسا على عيونك يا برنس. وطي صوتك، الله يخرب بيتك هتفضحنا. في ايه يا عم؟ احنا بنعمل حاجة غلط؟ احنا عملنا الغلط خلاص. معايا ليك حاجة تمام. لا بقى، لا، ده كده أمير باشا راضي عني قوي. راضي عنك قوي. طب فين؟ ما ينفعش. شكرا يا شريف تعبتك معايا. مش عارف اقول لك ايه، البقاء لله. شدي حيلك، شدي حيلك. شكرا. 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 شدي حيلك. الحمد لله تعبتك معايا يا فندم. لا ابدا، لا تعب ولا حاجه. تقدر تتفضلي انت عشان الناس اللي عندك. شكرا. تفضلي. تفضلي. شكرا. 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 احب اعرف حضراتكم ان قضيه الصياد اتقفلت بالنسبه لنا تماما. ليه يا فندم كده؟ كل ده يعني عشان انا قلت كده. احنا عندنا شغل تاني. في جماعه ارهابيه بتهدد الامن القومي للبلد، وقضيتهم محتاجة مننا كل تركيز الفترة اللي جاية. ايوه بس يا باشا ما فيش بس. الله، كفاية الخيبة اللي احنا فيها، ما عادش في ميزانيات للموضوع ده. حتى التحقيقات اثبتت انه تقريبا قتل معظم الناس اللي عايز يقتلها. وعموما اذا ظهرت قضية تانية وحد اتقتل تاني، في جهة تانية هتتولى التحقيق. اما بالنسبة لنا قضية الصياد اتقفلت تماما. اتفضلوا حضراتكم. اتفضل يا باشا. انا حاولت مش قادر اتجنب التغيير الكبير اللي حصل في حياه الناس اللي انتم مديتين لهم ايديكم. بحاجات بسيطه صغيره قدرنا نغير حياه مئات الناس. ادخل. كنت عايز عايزك تقولي لناجي الخليلي انك قدرت توصلي للراجل اللي بيشتغل مع الصياد. ممكن افهم اكتر؟ قولي له انك سمعتيني وانا بتكلم مع العقيد حمدي، وكنت انا بقول له ان انا وصلت للراجل ده وان معايا عنوانه ورقم تليفونه. وده حد حقيقي فعلا؟ وانت هتفرق معاك في ايه؟ يمكن اساعد. ايوه حد حقيقي،
ده واحد كان متهم عندي وبثق فيه وخدمته قبل كده ومستنيه يرد لي الجميل. طب انا اعرف حد بس مش واثقه فيه قوي، لكن كل اللي اعرفه عنه انه طماع، والطمع بيخلي الناس تعمل حاجات كتير يمكن اكتر بكتير من الناس اللي عايز ترد الجميل. يبقى خلينا مع اللي عندك. كويس انك تشارك حد سرك، مفيد. محدش عارف لسه هتفيدك ولا لا. طول ما انا عارف هي عايزه ايه هعرف اتوقع تصرفاتها وردود افعالها. وانت متاكد ان انت عارف هي عايزه ايه؟ لا، بس عارف جزء منه. اللي عارفه ده كفايه؟ كتير. ايه اللي بتقوليه ده؟ انت اتحبلتي ولا ايه؟ يعني ايه محتاجه فلوس؟ مهما كان اللي هتاخديه ما تعرضيش نفسك للبلاوي دي. انت غاويه سجن وبهدله، ويا ريتها على سجن وبس. ده انت لو فضلت عايشه من اصل كام. بقول لك ايه، حلي عني الله لا يسيئك، وما تتصليش بيا هنا تاني ولا تحوبي ناحيتي، انت فاهمه؟ وانا مالي يا اختي، مش كفايه اللي جرالي بسببك؟ بقول لك ايه، لو اتصلتي بيا هنا تاني انا هبلغ عنك في 60 داهيه. سلام. جرالك ايه يا بنتي؟ بتزعقي ليه في التليفون؟ مش شايفه معايا موكل جوه ولا ايه؟ تصدق ان انا كنت غلطانه، والواحد ما بيتعلمش ببلاش. انت لسه برضه بتكلمي البت راضي السجون دي برضه ولا ايه؟ اه. وكانت بتقول لك ايه؟ مش مهم. انا كنت سامعك بتقولي فلوس وبتاع، هي هتسرق وعايزاك تساعديها ولا ايه؟ ايه ده؟ لا طبعا. طب ما تنطقي وتقولي في ايه بدل ما ارمي امك في الشارع؟ مفيش. بنت الكلب تعرف واحد بيتاجر في السلاح وعايز انا اشوف لها زبون. ربنا يسامحك ونشوف. ما تقلقش. وائل باشا. حبيبي. عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اهلا وسهلا. عايز اعرفك على نقيب خالد العشري. اهلا وسهلا. اتفضل. معلش يا باشا انا اسف على الازعاج، بس كنت عايز اسال على حاجه كده. اتفضل يا فندم. احمد باشا ده دفعتي وخدمنا مع بعض، وكنت انا وهو في الكليه في عنبر واحد، هو ما بيخبيش حاجه عليا. اصدقاء سوء يعني. وعلى طول في سيرتك سعادتك. سيرت انا؟ طب اتكلموا في حاجه عدله يا جدعان. باشا هو ايه اخبار سيف باشا عبد الرحمن؟ مش عارف، بس ساعتك بتسال عنه ليه يا فندم؟ انت كنت حكيت لي الحكايه اللي هو قلب بتاعت الصياد. اه، اصل انا وقعت تحت ايدي قضيه كده، وبصراحه شاكك ان المتهم اللي فيها ليها علاقه بالموضوع. ازاي يعني؟ المتهم ده التمرجي واسمه ونيس. مين التمرجي ده؟ اتقبض عليه من اسبوع في خناقه كده تافهه، بس ليه ملف سوابق محترم. اه كمل. وكان شغال عند دكتور نفسي اسمه مرتضى. اه ايوه صح، افتكرت. انا كنت قلت لحم باشا على الموضوع ده قبل كده. حصل. وعلى حسب كلام سيف عبد الرحمن ده الدكتور اللي كان الصياد بيتعالج عنده، والصياد قتله. الكلام ده مش مظبوط. نعم. الدكتور اتقتل بسبب مراته كانت على علاقه بواحد اسمه شريف عباس. شريف عباس ده اتقتل برضه قريب. التمرجي ده لما اتحفظنا عليه كان معاه حشيش، وكان بيساومنا علشان يخرج من القضيه، وقال ان في معلومات مهمه جدا عن اللي قتل الدكتور مرتضى. بقول لك ايه، بروح عليها شويه كده عشان مش فاهم منك حاجه. ايه علاقه التمرجي بالشريف عباس بالدكتور بالصياد؟ ما انا جيت لسعادتك علشان كده، انا عايزك تقرا القضيه دي وتقارن الاقوال اللي قالها الرائد سيف عبد الرحمن اللي قالها لكم في الجهاز هناك، لان كل المتورطين في الموضوع دوت ليهم علاقه بالصياد وناجي الخليلي والناس دي كلها، وده معناه ان في احتمال من الاثنين، يا اما التحريات اللي عملناها غلط والتمرجي دوت بيسوحنا، وده طبعا صعب. يا اما سيف عبد الرحمن كذب علينا كل كلمه بيقولها. بالظبط. انا عايز اشوف التمرجي ده لو سمحت. كان في جرح بشع في وشه اللي عمله له الصياد، وقال لي انه كان كده بيحذره بس، لانه كان بيحاول يعرف حاجات المفروض ما يعرفهاش. مفيش جرح يا فندم. بص، انا عايز اعرف منك شويه حاجات كده، وعايزك تفتح لي قلبك وتبقى صريح معايا. وهتخرجني؟ اخرجك وهفسحك ونجيب جيلاتي واجيب معايا الكوره وننزل الميه كلنا.
أنا النقيب وائل نصر الله مباحث. تشرفنا يا فندم. هو أنا خدامك ونيس المر تمرجي سواق سباك ورقبة السباك. سباك؟ طب كويس، ده عشان عندك كوع عندي. بص بيطرقع فجأة كده، بس مش مهم، خلينا في التمرجي. بس أنا يا فندم ما بديش حقن. حلو. أنا عايزك تكلمنا عن واحد كان بيتعالج عند الدكتور مرتضى. الله يرحمه. بس أنا معرفش كل اللي كانوا عيانين عند الدكتور مرتضى. أيوه بس المريض ده بالذات أكيد هتفتكره. وده مين يا باشا؟ الصياد. الصياد ده يعني اسمه ولا لقبه ولا هو بيشتغل صياد ولا إيه؟ أنت ما تعرفوش ولا إيه؟ يا فندم مش عشان ما أعرفش لقبه يبقى ما أعرفوش، ممكن يا فندم أبقى عارفه. طيب سمعت عن واحد ضابط اسمه سيف عبد الرحمن؟ طبعا هو زميل حضرتك؟ انا اللي بسال. لا مؤاخذه يا باشا، لا مؤاخذه. النقيب سيف عبد الرحمن زمانه دلوقتي بقى رائد، وهو صحيح اللي كان ماسك قضيه الدكتور مرتضى الله يرحمه. ووصل فيها لايه؟ ولا حاجه يا فندم، ما قدرش يثبت اي حاجه لان الموضوع كان صعب حبتين. ازاي؟ ما انا ما اقدرش اتكلم حضرتك الا لما ارسى على بر واعرف احنا هنتفق على ايه، هو ايه اللي هضيع في قضيه هو ضيع في داهيه بلا سبب يعني. انت سمعت عن الضباط اللي بيموتوا؟ الضباط اللي اتقتلوا في واحد بيذبحهم. اللي انا بسالك عنه ده له علاقه بالموضوع. يعني لو ما اتكلمتش وجبت من الاخر يا برنس، فمفيش ضابط في مصر مش هيبقى عايز يجي ويحقق معاك، وهيعملوا معاك احلى شغل. الشغل هيبقى متعه، وطبعا هتتكتب في كتب التاريخ. يوميات ونيس رعب. فايه رايك تتعاون معايا بالراحه كده ونستغل القعده اللطيفه الظريفه واللمبه المنعشه، ولا نكمل تحقيق في السلخانه؟ يخرب بيت عقلك، ايه المفاجاه الجامده دي؟ ازيك يا طارق؟ ازيك يا قول؟ معلش انا ما عرفتش اكلمك في التليفون، عشان اللي عرفته النهارده لازم اقوله لك فيس تو فيس. في ايه؟ انت لازم تكلمه في الجهاز يا طارق، تكلم حد تكون متصل فيه، حمدي باشا مثلا. اكلمه اقول له ايه يا ابني؟ احنا لازم نقبض على الرائد سيف عبد الرحمن. ايه؟ مش معقول يا ابني اللي انت بتقوله ده. بقول لك كذاب كذاب. الموضوع بتاع الدكتور النفسي ده طبعا كذب. مش حكايه ان هو اعمى او بيوصف حاجات وتفاصيل او واحد غلط، لا لا، انا شاكك في كل كلمه قالها لنا يا طارق. شكرا. طب ودي حاجه نقدر نقبض عليه ازاي بيها يعني؟ ده اسمه تضليل. شهاده زور. شهاده زور ايه؟ هو الشهاده اللي شهدها كانت شهاده رسمي. ايا كان الكلام اللي انت هتختاره للكلام اللي قاله لنا، سيف عبد الرحمن تعمد يقول لنا معلومات غلط. طيب ماشي ماشي، قول لي بس انت وصلت لايه. بص يا سيدي، تمرجي اللي كان شغال عند الدكتور مرتضى ما اعرفش حد اسمه الصياد. طب ممكن يكون بيكذب. لا ما بيكذبش، لانه اصلا ما فيش اي جرح في وشه. وفي حاجه تانية كمان، الدكتور مرتضى ما اتقتلش بالطريقه اللي سيف حكاها لنا. الراجل كان شاكك ان مراته بتخونه مع واحد تاني، وهددها انه هيبلغ البوليس وهددها بالقتل. تاني يوم لقوه مقتول. اتسجنت؟ لا. طيب يبقى لغايه دلوقتي في احتماليه ان الصياد يكون هو اللي قتل الدكتور؟ لا يا طارق لا. التمرجي كان السبب ان هم ما قدروش يثبتوا عليها حاجه، لانه شهد شهاده زور وقال ان المشتبه فيه اللي هو العشيق كان معاه ليله الحادثه. انت عارف يا طارق، عارف الدكتور كان شاكك ان مراته بتخونه مع مين؟ مين؟ شريف عباس اللي شغال مع ناجي الخليلي. مش فاهم. هتفهم حالا، او يمكن تتوه زيي مش عارف. بص بقى الكبيره عشان دماغك دي تنفجر زي ما انفجرت عندي. شريف عباس طلع بالفعل العلاقة بمرات الدكتور وقتل الدكتور. التمرجي اللي هو اصلا كان صاحبه هو اللي عرفه عليها، وشهد شهاده زور وقال انه كان سهران معاه. بس المصيبه الكبيره بقى ان اللي كان بيحقق في القضيه دي سيف عبد الرحمن. يعني سيف استخدم تفاصيل القضيه دي واللي هو بس يعرفها، قرر يقول اي حاجه ويالف اي كلام ويشتغلك ويشتغلنا كلنا. طب ليه؟ هو قال لي ليه؟ لما تفتكر تاني ازاي ان الصياد
هو الراجل الغلبان اللي اتقتل ده ظهر كده فجأة بمجرد ما سيف حكى الحكاية وتلاقي واحد تاني تماما ملوش أي علاقة بالموضوع، تتأكد إن سيف كان كداب في كل كلمة قالها لنا. عايز يحتفظ بالمعلومات لنفسه عشان لسه بيطارد الصياد. أنا مش مستريح للكلام ده يا طارق. وبعدين ما ينفعش نبسط الحكاية للدرجة دي. أنا متأكد إنك لو فكرت تاني في كل تفصيلة عملها الراجل ده من ساعة ما أنت دخلته معانا في التحقيقات تكتشف إنه ما ساعدناش بأي حاجة، بالعكس ده أعاق التحقيقات بقدر المستطاع. بص يا وائل، احنا الكلام اللي معانا ده ما نعرفش نتحرك بيه. ليه ايه يا ابني؟ لازم نتعلم من اخطائنا. ما ينفعش نهاجم سيف عبد الرحمن واحنا معناش حاجة صلبة مؤكدة متخرش المية. عايزين تفاصيل واضحة وضوح الشمس، ما يعرفش يفلت منها. بقولك ايه، عايزك تعمل لي تحري عن اسمه هشام البكري ده. هو ده اللي قتله ماجد العزازي على انه الصياد. احنا طبعا جمعنا عنه شويه معلومات، بس عايزك تحرى عنده تاني، يمكن تلاقي ليه اي صله بالاسم سيف ده، يمكن نلاقي حاجه توضح لنا الموضوع اكتر ونفهم هو بيعمل كده ليه وبيعمل ايه بالظبط. طارق بقول لك ايه، احنا كده بنضيع وقت. الموضوع سهل جدا وبسيط، احنا ممكن نستدعيه ونستجوبه رسمي. لا ما ينفعش. بص يا وائل، انا في كل مره حاولت اهاجم سيف عبد الرحمن واهبش فيه كان هو بيكسب وانا كنت بتضر. خلينا بقى المره دي كده نهدى ونستنى ونسوي له حاجه كده على نار هاديه. ماشي. ازيك يا باشا؟ سيادة العقيد عمرو سيف. اتفضل. انا قلت بقى نتقابل هنا احسن من جو المكاتب والادارات. يا سيدي احنا في الخدمه مفيش مشكله. ربنا يكرمك يا باشا. انت سبت خدمتك في الجهاز ولا ايه؟ بس لسه شغال معاهم في قضيه كده لسه ما خلصتش. اتفضل. سيادتك اشتغلت مع الرائد سيف عبد الرحمن في الاسماعيليه؟ طب ممكن تكلمنا عنه شويه؟ اكلمك عنه من اي ناحيه بالظبط؟ من ناحيه كل حاجه يعني، اي حاجه تعرفها عنه قولها لي ان شاء الله حتى ما ازجزمته. هو على كل حال كان ضابط ممتاز من انضف الشخصيات اللي انا اتعاملت معاها، وزعلت جدا جدا لما سمعت بالحادثه اللي اتعرض لها. طب عندك فكره عن قضيه الدكتور مرتضى ومراته وشريط عباس؟ لا، دي حصلت في اسماعيليه اصلا. لا مش في الاسماعيليه. بص انا اعرف ان مرات سيف وبنته اتقتلوا، هما كانوا عايشين في الاسماعيليه، واعرف ابو مرات سيف حماه راجل محترم جدا. طيب تعرف حاجه عن الصياد؟ ما هو الصياد ده هو المجرم اللي سيف اتصاب وهو بيطرده. ايوه يعني عايش ميت اي حاجه؟ لا ما عنديش اي فكره، بس متهيألي ان سيف كان شغال على القضيه حتى بعد ما ساب الاسماعيليه، بس بعد كده ما اعرفش راح فين. طب معلش يا فندم، سؤال اخير بس. اتفضل، مفيش اي مشاكل. سعادتك سمعت عن واحد اسمه هشام البكري؟ هشام البكري ده شكله مش غريب عليا، بس مش فاكر شفته فين قبل كده. على كل حال هتديني يومين وانا اجيب لك معلومات عنه. طب انا هنتظر من حضرتك اتصال، بس في حاجه اخيره وهشيلها لك فوق دماغي من فوق. اتفضل. حضرتك ممكن تقول لي اي معلومات عن حما سيف، يعني رقم تليفون وعنوان واي حاجه؟ اي حاجه من عينيا الاثنين. تسلم عليك يا عمرو باشا. متر تعالي، مفيش حد هنا. لقت الطعم. ايه اللي حصل؟ بيسأل في الموضوع وبيقول ان هو عايز يقابلني، بيقول لأمينة صاحبتي ان هو ممكن يتصرف وممكن يجيب ناس يشتروا، بس يفهم الموضوع الأول. طيب كلميها وقولي لها انك ممكن تقابليهم بكرة بالليل. وهروح لهم؟ أكيد، بعد ما تقعدي معاه ونعرف آخره احنا بنكلم الخليلي. حاضر. عمرو باشا. سيف باشا، انا مقصر في حقك ونفسي من زمان اجي ازورك، بس انت عارف الظروف يا باشا. ولا يهمك يا باشا،
أمرني. بقول لسعادتك إيه؟ النهاردة قابلت واحد كان شغال في الجهاز وقعد يسألني عنك وعن الصياد وطلب رقم تليفون الأستاذ لطفي حماك. مين الضابط ده سعادتك؟ اسمه وائل. هو في مشكلة؟ لا 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 مفيش مشكلة ولا حاجة. ده هم أصلهم رجعوا حققوا في موضوع الصياد ده تاني وعايزين يقفلوا الملف بقى. لا 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 عادي سعادتك، ولو حبوا أي تعاون من سعادتك يعني متأخرش عليهم، أنت عملت الصح. ماشي يا باشا، ماشي يا باشا، مع ألف سلامة. مش هينفع نستنى لحد بكرة، كلميها دلوقتي وقولي لها إنك هتقابليهم النهاردة بالليل. حاضر. تعالي ورايا. ايه ده؟ الحكايه ابتدت اسرع مما كنت اتخيل. بيقربوا منك. انا مش فاضي بقى احاور والف وادور ولا حتى افكر. خايف؟ قلقان. انا خلاص قربت قوي من النهايه. وايه هي النهايه؟ انك تقتلهم كلهم؟ ايوه اني اقتلهم كلهم. ازيك يا امين؟ ازيك يا حلا؟ اهلا اهلا. ازيك يا حلا؟ على فكره بقى انا مش زعلان منك، وادينا اهو فاتح لك باب بيتي وعلى استعداد تام ان انا سامح. معلش ما بعرفش ازغرط، مش عارف اعبر لك عن فرحتي. حلا حلا انت تهجمت عليا وهنتيني في قلب مكتبي. يا سلام، من باب للطاق كده ولا انت كنت عايز حد يكنسك ويعبيك في كيس؟ جرى ايه يا حلا؟ ما تلمي الدور بقى يا حبيبتي، احنا جايين على نفسنا وعايزين نساعدك، يبقى ما تقلبيش بقى في الدفاتر القديمه بدل ما اطلع اللي عندي وانت عارفه. بقول لك ايه، انت اقعدي على جنب، انا ولا هنطلع الدفاتر القديمه ولا في الجديده، لو قلبنا في الدفاتر القديمه كلنا هنزعل من بعض، واحنا بصراحه عايزين نفتح صفحه جديده كده ان شاء الله. ولا نزعل ولا نفرح، خلينا في المهم، خلينا في موضوعنا. بصراحه كده انا ما عنديش وقت اضيعه وعايزه اجيب من الاخر. وماله حبيبتي، هاتي من الاخر، ايه المطلوب؟ عايزين حد ياخد الفلوس من اللي بيشتري ويديها للي بيبيع. انا افتكرتك عايزه حد يشتري. لا انا اعرف الاثنين وعايزه الوسيط. عايزين وسيط؟ طب وعلى ايه يعني؟ ما اللي هيشتري يروح للي هيبيع ويشتري منه على طول دايركت يعني. ما هو مش عايز يظهر في الصوره. مش عايز يبان في الصوره. تعرفيه منين؟ يعني حد معرفه. معرفة قديمة، العلاقات بتنفع برضو. طب طالما معرفة قديمة وعارفة كل الأطراف بتجيبي وسيط ليه؟ خد انت الشغلانة من أولها وتطلع برغيفك سليم كده، محدش قاطم منه يعني. ما أنا برضو ما ينفعش أروح للي بشتغل معاهم وأقول لهم إن أنا أعرف حد عايز يشتري سلاح. أستغفر الله العظيم يا رب، الهموم والوساخة مكتوبين علينا طول حياتنا. هموم ووساخة إيه يا هبلة أنت؟ اقعدي على جنب واسكتي، ده أكل عيش يا بابا. أنت عارف دي تعرف مين؟ تعرف مين يعني؟ ناجي الخليلي. ناجي مين؟ الخليلي، تعرفه؟ اعرفه يا بنتي، ده 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 ده, ده صوره ماليه الجورنال والتلفزيون. اعرفه، ده انا اعرفه عز المعرفه، ده حاجه كبيره قوي يعني. مش واللي هيشتري اكبر منه كتير. طب ودول محتاجين للناس الحساله اللي زينا يتواصلوا ما بينهم ليه يعني؟ الراجل ده اول مره يشتري كميه سلاح كبيره، عايز حد يتكلم بالنيابه عنه، مش عايز يظهر في الصوره، مع ان هو عنده 500 طريقة. بس لما عرف ان انا بشتغل مع ناجي الخليلي وثق فيا وكلمني، وانا بقى خدته على مشامه ومش عايزه الراجل ده يطير من ايدي. شكله كده غرقان لشوشته. انا هكلم ناجي الخليلي النهارده وهقول له ان انت وكيل الراجل ده وان اسمه الحركي الصياد. الصياد؟ وبيعرف يصطاد؟ ناجي الخليلي هيكلمك، هتديله العربون وهتقول له ان انت هتديله كل التفاصيل بعد كده، وان الصياد هيكلمك وهيرسيك على المطلوب. ثواني كده يا حبيبتي، ارجعي هسايه كده لورا،
عايزين انا ادفع عربون؟ اوعى بنت تكوني جايه تنصب عليا وفي الاخر تنصصي معاهم. يبقى انت ما تعرفنيش يا بابا، ده انا 5 مليون جنيه، 10% من اجمالي اللي هياخده ناجي الخليلي. ايه يعني؟ ايه يعني؟ انت هتشتري سلاح لحساب الصياد ب 50 مليون جنيه. 50 مليون جنيه؟ طب وانا نصيبي في الحكايه دي كام يعني؟ 5% يعني 2.5 مليون جنيه. بس بقول لك ايه، فتح مخك وتعمل كل اللي يقولك عليه. اعتبريني فردة شراب بأستك في رجلين معلين. عايزة وصل ولا حاجة؟ لو فكرت تلف وتدور أو تحط إيدك على حاجة مش بتاعتك، قول علينا كلنا يا رحمن يا رحيم. اطمني يا أختي وحط في بطنك بطيخة صيفي. ايه اللي يخلي واحد اعمى يحتفظ برقم تليفون مهم زي ده على كارت؟ ايه؟ هيقراه؟ وانا مالي؟ نعم؟ انا مالي؟ انا لقيته بيكلم العقيد حمدي وبيقول له ان هو هيجيب منه رقم تليفون الراجل اللي يعرف الصياد. ما كدبتش خبر. طب ولما يعرف ان الكارت ضاع؟ ما ضاعش، انا صورته ورجعته مكانه، ودي صورة منه. يعني انت خدتيه وصورتيه ورجعتيه تاني مكانه من غير ما هو يحس؟ مش اعمى. ما شاكش فيكي بعد اللي حصل؟ قصدك بعد ما خطفته؟ بالظبط. مش عارفه، اكيد يعني شك. لا ده طبعا اكيد شك في كل اللي حواليه. طب وما عرفتيش رجع ازاي؟ رجع عادي، عادي جدا. قال ان هو بيشتري هديه لاخته وانه مش عايز اي حد معاه. هديه؟ مش يمكن ده كمين عامله عشان يجيب رجلي؟ يمكن. الله، ما تتكلمي عدل امال. الله، ما انا بتكلم عدل اهو. هو انت شايفني بتكلم عوج؟ ايه مالك يا بت؟ ما ماليش، بس انا كده بصراحه ماليش دعوه. كمين مش كمين، انا ماليش فيه بأمانة. بقى أنا زهقت وتعبت وعملت لكم كل اللي انتوا عاوزينه. ده أنا حتى اتصرفت وجبت لكم معلومات انتوا مش طالبينها. اعتقوني بقى لوجه الله. لسه محتاجك. يبقى تدفع. أنا عملت كل اللي فات محبة والاتفاق خلص، ومش هعمل أي حاجة تاني ببلاش حتى لو قطعتوني حتت. حقها حقها يا ريس، حقها. لو الكلام ده بجد يا سعادة الملكة هظبطك. ماشي. الو، انا الصياد. ايوه باشا، ما عليك. انا اخرس خالص واسمع اللي هقوله لك ونفذه بالحرف الواحد. تمام يا باشا. انا هبعت لك رساله فيها لسته بالسلاح اللي انا عايزه. اتفضل يا باشا. لما ناجي الخليلي يجي لك اديله اللسته دي وشوف طالب فيها كام. يجي لي؟ هو هيجي لي يا باشا؟ ما تفصلوش وما تقولوش اي حاجه تانية. طب لو سالني عليك قول له الحقيقه. الحقيقه جرايالا، قول له الحقيقه. قول انك ما تعرفنيش وبتتعامل معايا عن طريق التليفون وبس. اي كلمه زياده مش هتبقى في مصلحتك. انت ما تعرفش انا ممكن اعمل فيك ايه. لا يا باشا، انا لا يمكن اتصرف تصرف من غير يا باشا. هو ناجي الخليلي هيجي لي امتى؟ هتلاقيه قدام باب مكتبك دلوقتي. أنا آسف إني جايلك من غير ميعاد.
بس انا ما كنتش عارف رد فعلك هيبقى ايه لو كلمتك في التليفون وقلت لك اني عايز اشوفك. اتفضل. بقاء لله. انا مش عايزاك تحمل نفسك مسؤوليه اللي حصل. احنا كنا عارفين انه خطر، ولو ما كانش مدحت عمل كده اكيد ما كانش هيحصل له الموقف ده. هو عموما يعني في تحقيقات بتحصل دلوقتي واحنا متاكدين ان امير نصار ده. انا بس مش عارفه. مش عارفه ايه؟ مش عارفه امتى مدحت بقى كده وازاي وايه السبب. اللي انا اعرفه ان المنحرف من وهو صغير بيبقى عنده استعداد، نتيجه تربيه معينه اثرت فيه وفي نفسيته خليته يكبر يبقى كاره نفسه والناس والبلد. بس مدحت كان شخصيه كويسه قوي، كان طموح، والله العظيم كان اخ كويس قوي. مش محتاجه تقولي كده، هو الواحد ما بيحتاجش اكتر من انه يغلط غلطه واحده بعد كده من غير ما ياخد باله يلاقي نفسه بيخرب. عندك حق، بس انا كمان كان عندي حق وما غلطتش. وانا كمان ما كانش قدامي حل تاني. وانا من الاول قلت لك ما تلومش نفسك. هو انا عارف طبعا ان الظرف مش مناسب، بس انا في سؤال كده عايز اساله لك، يعني ما ترديش دلوقتي، لما تروقي كده اهدي وفكري وكلميني. ايه هو؟ هو انت كنت رافعه قضيه على سيف عبد الرحمن عشان كان عذب واحد. مظبوط. انا بقى عايز اعرف تفاصيل القضيه دي لو ممكن. يعني ليه؟ اكيد انت مش جاي تعرف مني اللي اتنشر في الجرايد، بتسال على حاجه تانية. انت عارفه ان سيف عبد الرحمن كان بيساعدنا في قضيه الصياد. احنا اكتشفنا ان كل الكلام اللي قاله لنا ما كانش دقيق بالمره، عشان كده انا عايز اعرف عنه اي حاجه، عن حياته الخاصه، ظروفه قبل ما اتصاب، اي حاجه ممكن تبقي عارفاها او عرفتيها بالصدفه وانت بتدرسي القضيه بتاعته، يا ريت تقولها لي. يعني بس يا طارق بيه، انت عارف ان دي اسرار. القضيه اتقفلت. ازاي؟ قضيه الصياد اتقفلت. انا بسالك بشكل شخصي على فكره. تمام، عايز تعرف ايه بالظبط؟ اي حاجه. نبتدي مثلا بالسبب اللي خلاه يعذب الراجل ده. تمام. الراجل ده كان متهم عنده في قضيه سياسيه، والواقعه دي حصلت بعد ما سيف بنته ومراته اتقتلوا. يمكن ساعتها كان محبط، ما كانش في وعيه، بس ده اكيد ما يدلوش الحق ان هو يعذب متهم عنده. تقولي الكلام ده حصل امتى؟ من 3 سنين. فين؟ هنا في القاهره. بس انا المعلومات اللي عندي انه قبلها كان شغال في اسماعيليه. اه بالظبط. اه بس بعدها الراجل طلع براءه بعد ما قعد في السجن شويه كالعاده، وكانت حياته طبعا اتدمرت. معلش بس تاني، انت بتقولي انه اللي حصل ده حصل هنا في القاهره؟ ايوه حصل هنا. الو. ايوه طارق، كنت بحاول اوصل للطفي حما سيف. كويس انك كلمتني دلوقتي. لا لا، عايزك تاجل الموضوع ده شويه عشان تتاكد لي من حاجه تانية خالص. خير؟ عايزك تشوف لي اي ورق او بيانات عن الاصابه اللي تعرض لها سيف. الاصابه؟ ايوه. انت عايز تعرف ايه بالظبط؟ عايز اعرف الاصابه دي حصلت له امتى وفين، وحصلت له اصلا ولا لا. اصلا ماشي.